تعرف يا صلاح ليه بيقولوا على الزوج بعل؟ بيقولوا ان الارض اللي اعلى من غيرها بتسمى بعلا، عشان يعني الراجل بينفق على الست وبيقوم على شؤونها واللازي منه. على كده انت عمرك ما كنت بعل يا كسارة، خدت المية ألف بتوعك انت والرجالة يا زلابية؟ حصل يا أستاذة. زمان وانا صغيرة كنت بشوف ان سعيد ابو علب راجل دموي، عشان لما كان بيشوف برص كان بيديله بالشبشب ويموته. كنت ساعتها بزعل قوي، كان بيصعب عليا البرص، وبقيت احب الابراص مش عشان هم عماميره يتحبوا، لا، عشان كانوا بيصعبوا عليا. ما هو ساعات الصعبانيه بتتحول حب، وكما قال الكاتب أن القلب النبيل قد يحب من قبيل الشفقة. ومن كام يوم كده وقفت واقفة مع الذات، لقيت إن سعيد أبو علب كان عنده حق، وقررت أعمل زيه وأضرب اللي براس بالشبشب وبطل أحبه. تصور اللي هيحصل يا زلابيا، عشان في لقطات ما بتتكررش كتير فلازم تتوثق. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ سمير تتقل خمسايه على الباشا يكون هادي وتفك كل القماشه من على بقه. هيفضل يزعق ويشتم شويه، فتتقل عليه عشرايه كمان هيهدى تاني، تفكه وتسيبه يتوكل على الله. ولو في حد من الرجاله عايز يمد ايده عليه يمد عادي. يا لهوي كنت هنسى. سلام يا صلاح يا بتاع المنبهات يا عسل. الله يعينك الله يعينك الله يعينك.